هذا الشباب في الرياض يقول شوف ابو خالد والله العظيم ما نفع فيه لا نصح ولا ارشاد ولا نفع فيه لا وعظ الواعظين ولا تخويف المخوفين ولا شريط ولا خطب ولا والله اشرطة ولا غيره. يقول هداني الله يوم من الايام وانا واقف عند احدى الاشارات المرورية بحي النسيم يقول وانظر لوحة مكتوب عليها يقول احدى الجاليات يقول مكتوب عليها أخي المسلم لا تجعل الله ولا الناظرين إليك. يقول والله العظيم شيء هز وجداني وكياني لا تجعل الله ولا الناظرين إليك. يقول يوم ولعت الإشارة يقول وروح واقف عند اللوحة ذي أول مرة أشوفه بحياتي وابدا كرر الكلام هذا لا تجعل الله ولا الناظرين إليك. يقول هو اسمه علي قلت يا علي يا علي لا تجعل الله من الناظرين إليك. يقول والله رجعت وأصبحت اللوحة هذه سبب لهدايتي واستقامتي وإلى الآن أبشرك وأنا على الهداية والاستقامة. فعلا لا تجعل الله من الناظرين إليك لا تجعل رب العالمين بآخر الليل أهون الناظرين لك لا تجعل الله من الناظرين لك. الناس لا يرونك، البشر لا يرونك، أمك ما تشوفك، أبوك ما يشوفك، أخوك، إخوانك، أحبابك، مركز الفايزية كلهم ما يشوفونك. جالس حالك بغرفك حاط الباب يجوره النور الهادي غرفة رومانسية صح ما حد يشوفك بديرك المحمول أو الجوال أو أي شكل من أشكال هالتكنولوجيا تفرق تراسل تكتب ترسل اعلم ان والله العظيم والله العظيم ان هذا قسم بالله بينطق عليك امام الله قسما بالله. تصور اصبعك ذا يقول يا رب انا الذي كتبت انا الذي ضغطت انا اللي رسلت ما حد يشوفك لكن اعلم ان هناك ملك اسمه الله يراك من فوق سبع سماوات يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة فكيف ما يراك؟ كيف ما يراك؟ كيف ما يراك؟ يقولنا أحد الأخوان أحد الشباب في الحج السنة هذه معنا كان نائب رئيس النظام يخرج ويتكلم كلمة يقول والله دقوا علي المستشفى المركزي وقالوا لي أن تعرف فلان من فلان كيف فيه إيش فيه؟ قالوا هذا الآن عندنا بالإسعاف بحالة خطيرة مصاب حالة تجي الآن. يقول أنا سكرت جوالي دقيت على زميل له قلت له فلان الآن بالمركز بالإسعاف إيش فيه؟ قال صاب حادث بس أنا من برايا أنا ما أستطيع أشوفه راح أنت. يقول والله الساعة 2 يقول والله شغلت السيارة وانطلقت وذهبت لما دخلت المستشفى كان بحالة إغماء تدري ايش يقول؟ تدري ايش تقول يا حبايبي؟ تدري ايش يقول يا حبايبي؟ يقول سكر الموقع افتح الموقع سكر افتح ارسل سكر افتح الموقع ارسل. يقول والله العظيم نصف ساعة على الكلام هذا قسما بالله هذا اللي عايشين عليه هذا اللي بقلبه هذا هو. تصور انك تموت على هالكلام هذا انت تصور انك تقول الكلام ذا تصور هذا ايش يكون حالك؟ ايش يكون مصيرك؟ والله العظيم اخواني يا احبابي يا بعدهم انت يا خلفهم انت من الليل ذي شوف علاقتك مع رب العالمين كم بقي من عمرك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. تزود من الدنيا فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القدر وأنت